يقول بعض طلبة العلم يقول أن من قال لا إله إلا الله ثم ترك العمل بما أوجبه الله تعالى عليه مع التمكر منه فمات فإنه تحت المشيئة ويدخل تحت أحاديث الشفاعة. هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح. يعني يفسر يقول لا إله إلا الله، المنافقون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله منافعته.